الليلة ما حقنا نحن كسلفيين، ده حق الطلاب المسلمين دول كلهم، كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ده منبره. والحمد لله نحن ما قعدنا تاجر بالدين بفضل الله، وليس فخرا أو رياء أو نفاقا، بدليل إنه ما عندنا حزب ولا عندنا جماعة، عرفت كلام أنت؟ ولا عندنا طريقة ولا عندنا صندوق بتاع انتخابات بتاع اقتراع بندعوك له أبدا. نحن عندنا كتاب وسنة بفهم السلف. موضوع انتهى، موضوع انتهى. ما تبي إلا جماعة، ما تبي إلا طائفة. والله الليلة ما نخليكم، ورب السماء ما نخليكم. تعال خش. انتوا خايفين من شنو؟ خايف من شنو يا اختي؟ تكلم في صحابة، انت ما قادر علينا نحن، خليك من الصحابة. احنا ديل انت ما قادر علينا، تقدر على صحابة؟ يا ولد تعال، 7 × 8 بكم؟ بالله شوف ده يتكلم في الإمام البخاري ويقول لك السنة حفظت كيف؟ السنة حفظت بالرجال، ربنا حفظها بالرجال وحفاظ ما يخربوا، ما عندهم شغلة زيك، ما كذابين ولا مجارمة، ناس عدول ثقات في دينهم، ما يزيدوا ولا ينقصوا. الترابي كفر الصادق المهدي، لكن ده سنة كم؟ ده كان سنة 1998، كان في جماعة هنا لسه كان بيرضعوا 1900 ده جايري ده ذاته، انت قايل صورة من الوقت ده كانك هاجيمة قاعد بيها. لكن احنا الليلة دايرين انهم يجوا هنا، تعال هنا الليلة يوم الرجال، فهمت؟ لو في واحد شعبي تعال، لو ما عندك كتب بنجيبها لك، لو داير مازه بنجيب لك، لو داير باسطه بنجيب لك، لو داير مطرق بنجيب لك، كله جاهز، فهمت؟ اي حاجه دايره بنجيبها لك. تكراجل بعدين تعال خش. مجموعه من الشفته والصعاليق دارين يا اخي، يقول الرسول هم لسه فينا كلام الترابي قالوا يستحي منه حتى فرفور قاعد هنا. دي الرساله الوحيده اللي بتطلع بها من المنبر ده، لا هي رساله للجماعه ولا في اوراق للتسجيل حتى تدخل معنا ولا غيره، انما رسالتنا لتوحيد الله، انما رسالتنا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنها ونبذ كل من حاول ان يطعن فيها او يطعن في مسلمات ديننا. هكذا هي عقيدتنا وهكذا هو منهجنا. ده دين؟ ده دين يا ترابي؟ يا ما عندك دين يا مجرم ولا عنده دين؟ زول قال زكاة ما في، يكون عنده دين كيف؟ وربنا عز وجل قال واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. شوف انت لو مشيت معنا بسلسلة زي دي كل يوم نحن حنجي ونزيدك زيادة، والطلبة يزداد يقين انك انت كافر بالله سبحانه وتعالى، كافر بالله سبحانه وتعالى. ما ممكن زول يكون زي ده مسلم. الاسلام ده كيف يا شباب ذاته؟ اذا كان زول شاك في رب الخلقه، رب الخلقه شاك فيه، اها ده مؤمن كيف تاني؟ تعال خش ناقش، تعال خش يا اخي. انا اقول لكم حاجه، ادونا زمن بتناقشونا بتين، ادونا ناس العقل السلفي، ذلك العقل المتخلف المتحجر الانكفائي الجاي من كتاب تاريخ، الناس اللي بيتكلموا لك عن ازمنه وحقبه تاريخيه انتهت في زمنها ونحن ابناء اليوم ولنا زماننا ولنا مكانتنا ولنا ثقافاتنا ولنا تفاعلاتنا مع المجتمع ومع الثقافة ومع الدين ومع اللغة ومع السلفيين ذاتهم. فرصة مفتوحة على النقاش، تعال خشوا. ما واحد فيكم ينبسق ساكت؟ ما في، تعال انبسق، فرصة مفتوحة على الانبساق، تعال خش. عيب والله، عيب 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 عيب. فكان هذا المنبر بيانا وتبيانا لما حصل في الأيام الفائتة من مؤتمر أو من ندوة أقيمت في هذه الجامعة باسم المؤتمر الشعبي. دخلوا في هذا المنبر وطعنوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وطعنوا في رسول الله عليه الصلاة، زي ما حيجيك بالوسائق إن شاء الله، ما حنجيب لك حاجة من راسك. العقيدة يا هالعقيدة، تدعو الله براو معناه تدعو الله براو، راكب طيارة قدرت تقلب، فهمت؟ في ضغط جوي فوق، ولا الحمار فنجت بيك، فهمت؟ ولا في النهاية العقيدة يا العقيدة تقول يا الله، الحمار داير منك تقول يا الله، الطيارة تقع تقول يا الله، دي العقيدة ما بتتغير، العقيدة ما بتتغير، فهمت الكلام ده؟ دي بعض المفكات التابعة للمنطقة الصناعية السلفية لسمكرة الحركة الإسلامية الطالبية، عرفتها؟ ده شيخك قاعد لي قاعد في الوطن، يا أخي تعال خش ارفعه بس في الكرسي ده، والله ما نزلك يا ناس، عيب عيب يا ناس. قال الشعبيين اتصلوا على صاحب الساون، يا تنزل الساون يا بنكسر لك، رسالة لبتاع الساون، إذا كسروه بنديك سعر وكاش، انتهى. رسالة إلى الطلاب، اثبتوا دفاعا عن الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. رسالة إلى الشعبيين، جربوا.
جربوا والله تمد ضنبك نقطع ونقطع حاجات تانية وضنينك يا شعب يا بليد. ها كده 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 قال تكبير يا اخوانا. الشغلة دي تانية يا ناس النازل ما بخش شغل البتاع ده. دي بعض المفكات التابعة للمنطقة الصناعية السلفية لسمكرة الحركة الإسلامية الطالبية. عرفتها؟ ده شيخك اللي قاعد في الوطن يا اخي تعال خش ارفعه بس في الكرسي ده والله ما نزلك يا ناس. عيب عيب يا ناس. انت قال بتنبسخ ساي انت قال البلد ما فيها ورل ولا شنو؟ ورل ساي ما فيها؟ تبرطع وتتكلم في الصحابه؟ الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الطلاب الأفاضل الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة بشكر طلاب جامعة السودان الجناح الجنوبي مجمع الهندسة أو الهندسات على وقفتهم الصلبة أول البارح في نصرة دين الإسلام ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام ضد أعداء الله وأعداء رسول الله وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام من الشعبيين أتباع الترابي أصحاب المؤتمر الشعبي. وأنا استمعت إلى التسجيل بتاع الركن حق الشعبيين المقامة والمبارح في الجامعة دي، وكان مدة الركن 201 دقيقة .59 ثانية. أقام واحد اسمه محمد فقيري، وعشان ما بزول يقول ده بيبقى لي أنا مزمل الفقيري، إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، ده ما تابع لنا خلاص، ده واحد. لكن أنا ما زلت بشكر الطلاب لأنهم في آخر الدقائق الطلبة جابوا جون المغربية ونسفوا الركن بتاع الشعبيين وعملوا جوطة لحد ما فقيري الشعبي قال لطلاب جامعة السودان طلاب كلية الهندسة، قال لهم انتم ما بتفهموا، قال لهم لأنه كلامي ده لو كان قلته في جامعة الخرطوم كان فيه مو، لكن انتم يا ناس جامعة السودان ما بتفهموا. والحمد لله غنبلت الشغلة وانتهت القضية بفضل الله عز وجل. والتراب ده زمان جغم، تم جغمه وانقضى نحبه من البلد دي واتخارج، انجدع هناك في المقابر بتاعت المنشية، عليه من الله ما يستحق، زول ضيع الدين. وإذا قدرت تعرف أكذب زول فيما أعلم في البلد دي، والكذابين كتار، لكن أكذب زول هو الترابي هذه الشخصية. أنا جبت وثائق هنا خاتنا من الماضي بعضها لعشرين سنة بدأت تتفتت، بعدها لها 17 سنة، بعضها لها 25 تقريبا سنة، بعضها لها 4 سنوات موجودة، ودي بعض الوثائق. والله أنا ما قدرت أشيلها ذات بفضل الله جل وعلا. ونحن في جامعات كثيرة الشعبيين ده أغلب الجامعات ما شغالين بهم كثير لأنه ما في شيء، لكن لعله عندهم هنا قالوا 7 شعبيين وثامنهم شعبية لافين في الكلية دي قاعدين يدجلوا ويكذبوا في دين الله زي المجرم الاسم فقيري الملحد جابوه امبارح ده الشعبي. هذا قال كفر كفر عجيب، وده ما غريب على الشعبيين ديل ذاتهم، اولاد الشعبيين ديل بتاعين طلاب كلية الهندسة من الشعبيين ديل، لأن الركن الفات القبل ده كادر الشعبيين قال أنا ده أعلم من الرسول ذاته، قال لأنه نحن ده خلاصة كلامه الخلاصة، قال لأنه نحن اتعلمنا علوم الرسول ذاته ما بيعرفها،
صلى الله عليه وسلم. أنا بسأل سؤال لأي شعبي أو شعبية ذكورا وإناثا أحياء وأمواتا، سؤال بلعول داير عليه إجابة، وإذا جاوب الشعب احتمال نديه شريحة 10 جيجا زي ما السرورية البجايدة عملهم إعلان، دي السرورية تتابع النشيد بتاعهم، جايبين واحد عمته قدر الضربة عشان ينشد عمة قدر دي لزول فنان هنا كان قاعد أصلا. يا أخي ذي الكفر بالله، هو بتاع شنو يا سرور يا مرضان يا بتاع عبد الحي يوسف يا مرض. ناس سبوا الله يا أخينا أول مبارح والأسبوع القبليه سبوا الرسول، قال أنا أعلم من الرسول، جاي أنت لم لك شفوت وشوية بنات تعال ليهم وعانوا ليك تقول دكتور عيون تبا ليكم يا سروري يا مجارمة. وديل ذاتهم ديل ذاتهم أخوان مسلمين، أنت قال لهم شنو سرورية؟ شنو سرورية؟ هم عصارة سيد قطب، عصارة نخامة سيد قطب، هذا هو التعريف الأصلي للسرورية. ومن هو الترابيين والشعبيين؟ عصارة حاجة كده سيد قطب، إنها سيد قطب، كلهم سيد قطب، كلهم سيد قطب، الفكرة واحدة، لكن بعدك في ذول بينبسق شديد، في ذول بينبسق بالراحة، لكن الفكرة واحدة هي جاية من سيد قطب. وحتى كلام الواد الشعبي ده الأول مبارح ده الجول مبارح ده بصلاة ذاته، الكلمة اللي قالها لما قال إنه الإسلام ناقص وما في دين سماوي كامل ذاته، مش الطلبة كلهم سمعوها؟ أنت قال دي جابها من وين؟ عشان أوريك إنه ده ما مجدد، ده ما مجدد ولا منبثق ولا في واحد منهم مجدد، حتى الترابي كلام الود ده جابه من الترابي، يبقى ما مجدد هو، يبقى دعوة التجديد ده كذب عند الشعبيين. جيب كتاب الدين والفن يا شاب، معلش يعني انت بتعرف الكتب دي، جيب الدين والفن، خلي شاب جيب الكتاب ده. قال الدين الناقص ده التراب، انت قاله انه يعني الواد ده ما جاب جديد، ماسك المايك كده بجنبه ومصورين انه قال في الاعلان، خدت يده كده المفكر امين امانه الفكر، يعني اي زول خدت يده كده مفكر يمكن امه ماتت، المفكر المفكر فلان، عرفت كلامي؟ والله الليلة أنا جبت لك وثائق من أمك ولدتك يا شعبي، قبل ما تلبس البنطلون الناصي اللي عرفته قبل ده أنت ما عارف الوثائق دي، بنجمك بفضل الله إن شاء الله تعالى نجام، وأجغمك بعد داك وديك شلوت أجدعك برا في زبالة يا مرض. أمسك لي المايك ده، ده كتاب فيه 3 رسائل للترابي، اللي بيهمنا منها رسالة الدين والفن، أهو ده الكتاب، وده مطبوع في السعودية، دائما الترابي كان عنده علاقات مع السعودية، وجاب شوية قروش عمل عمارة فيصل وبنك فيصل عرفتها، وتكلوا فيها جماعة ناس مين خوجلي ومين ومين ومين، واحد تلقم بغبغ وجضومه بالمعن تقول ستيكر بتاع جلاكسي، ده كله ما قروش السعودية بعد فضل الله يا مجارمة. طيب قال الصفحة 104 المنبر ده الليلة ما حقنا نحن كسلفيين، ده حق الطلاب المسلمين ده كلهم، كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ده منبره، والحمد لله نحن ما قعدنا تاجر بالدين بفضل الله، وليس فخرا أو رياء أو نفاقا، بدليل إنه ما عندنا حزب ولا عندنا جماعة، عرفت كلام أنت؟ ولا عندنا طريقة ولا عندنا صندوق بتاع انتخابات بتاع اقتراع بندعوك له أبدا، نحن عندنا كتاب وسنة بفهم السلف، وتمشي تبروها لدينك وتقوم بواجب وأركان الإسلام من قبل وتمشي الجنة بإذن الله عز وجل. موضوع انتهى، موضوع انتهى، ما تابعين لجماعة، ما تابعين لطائفة، عشان كده المنبر ده حق الطلاب كلهم. والله أنا لما سمعت التسجيل سامع الطلاب بيردوا على الشعيب البليد ده، طلاب بيردوا من برا لحد ما قال لهم انتم ما بتفهموا، والمنبر ده لو كان قلنا في جامعة الخرطوم كان فيه مو، لكن انتم ما بتفهموا يا ناس جامعة السودان، ده نصر لطلاب جامعة السودان. وفي النهاية ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم، ما شرط تكون أعلم زول في الأمة، لكن الشرط من رأى منكم منكرا فليغيره. فأنا بعتبر كثير من الطلاب في الكلية دي غيروا المنكر لحد ما وقفوا المنبر بتاع الترابيين. الترابي ده ما مجدد، الودة ما مجدد. الصفحة 104 ده حالك بنكشف الليلة، قال والله يا أخي عاملينه كده، قال أمين أمانة الفكر والتجديد كذاب محتال، ليه؟
لأنه الكتاب ده بيفضحك الصفحة كم؟ 104. الترابي قال دين الإسلام ناقص، يبقى أنت ما جبتها من راسك. بعدك نشوف حكم الكلام ده، صفحة 104 من رسالة الدين والفن لترابي اللي قال الترابي: ومن أراد أن يحيي أمر الدين ويتمه بعده نقصان. شنو؟ الدين ناقص. ومن أراد أن يحيي أمر شنو يا جماعة؟ أمر الدين ويتمه بعد نقصان لزمه أن يعنى بالفن. ناس محمدية وعشا جردل وخديجة شطة وفاطمة سفنجات ديل أكواك ويو ويو ديل قال بيتموا الدين لأنه الدين ناقص. فالقال الدين ناقص منه؟ هل الود مجدد؟ دي النقطة كده أنا درس بيت أول، بعد ذاك نرد على كلام الترابي. والترابي جغمنا بدري بفضل الله عز وجل في حياته، انجغم بفضل الله عز وجل والموضوع انتهى. لكن الود ما مجدد، لأنه الترابي قال الدين ناقص. أهو ده الصفحة كم؟ 104. إحنا ما قعد نقرأ القرآن وصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنة أبي داود كتب المسلمين، بس بنقرأ كتب الكفار برضو برضو قعد نقرأ. قال شنو؟ قال: ومن أراد أن يحيي أمر الدين ويتمه بعد نقصان. شوف اللي بيقول الدين ناقص كافر. شعبي ترابي ليه تقولوا كافر؟ كافر قاعد يبكي برضو كافر. في شنو يعني؟ أنت مجنون إلا ترضى يعني؟ لأنه ليه؟ لأنه ده تكذيب للقرآن. والشعبيين بيقول لك نحن بس القرآن بس، زي ما قال الودة امبارح قال تجربة الرسول. شوف الكلام ده كلام شين كيف. تجربة الرسول قال صلى الله عليه وسلم أهم على قال تجربة الرسول صلى الله عليه وسلم تجربة النبي عليه الصلاة والسلام قال إطارها القرآن. ده في نص المنتدى في نص الدقائق إطار القرآن. ونحن قال بنؤمن بالقرآن بس. قال أما أحاديث الرسول دي ما من الدين، ما من الدين، ما من الدين. طيب نمسكها نقطة نقطة. أنت يا شعبي بتؤمن بالقرآن بس، مشكلة نرجع للقرآن. قال الله تعالى عن إنه الدين ناقص ولا تامي ولا كامل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الدين اكتمل منه الله وين؟ في القرآن. وإنتوا قلتوا نحن بس القرآن وحديث الرسول دي كلها كذب وما دين ذاته. قال ولا ما قال؟ قال. بعدين النقطة الثانية إنه اللي بيكذب آية من القرآن، ودي آية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة. الآية اللي بيكذب آية واحدة من القرآن ده كافر بكل القرآن. كلام ده قالوا منه؟ قالوا الترابي ذاته. تقدر يا كوز يا شعبي تقدر تتكلم بالوثائق زي ده؟ بنجمك والله انجمك نجام. اصبر لسه فينا كلام الترابي قالوا يستحي منه حتى فرفور قاعد هنا، بس اصبر. الترابي كفر الصادق المعدي، لكن ده سنة كم؟ ده كان سنة 1998. كيف يا جماعه لسه كان برضاو 1900 ده جريدة ذات. انت قال صورة من الوقت ذاك انا كاجيما قاعد بيها، عرفتها؟ لانه كان قبل سنة ما يدوش اللوت. بعد ما ادوش اللوت بقينا نمرقة طوالي. طيب ده جريدة الوان العدد 775 بتاريخ السبت 12 رجب 1419 الموافق 31 اكتوبر 1998 ميلادي، صفحة 8. دكتور الترابي وده يا جماعة ما حاجة بعيدة يعني. شوف ذاته كان أغبش كيف، ظن الوقت ذاك ما لهت كويس. ما الترابي قال أكلت أموال الشعب، ودي مجلة الدستور. ترابي قال في الماضي أكلنا أموال الشعب وسخرناها لمصلحتنا. أستغفر الله. هل أستغفر الله بتنفع في زول أكل أموال الناس وعنده مال ما ده يرجع؟
بتنفع؟ شروط التوبة ثلاثة: الإغلاء عن الذنب فورا، والعزم على أن لا يعود، وثاني شنو؟ والندم على ما فات، والرابعة إذا كان دي حقوق ناس زي شغل الترابي والشعبيين الحرامية. الترابي قال كده، قال أكلموا على الشعب أموال الشعب وسخرناها لمصلحتنا الخاصة. فسرها لي. أصل سرقة كيف؟ أنا دار أعرف السرقة أكثر، وده ما سرق من محمد ود أحمد وحده، ده سرق من شعبي كامل. زلط وزلطات أكل الترابي، كبري وكبريات أكل الترابي، عرفت كلامي أنت؟ أكل بترول شربوا الترابي، هضموا بشنو؟ عليم ربه. ده كله لهط الترابي. طيب نشوف الترابي ده كان بيكفر الناس، مش اللي بيكفروا بالقرآن، اللي بيكفروا ببعض بجزء من القرآن. كفر به صادق المهدي، الوقت ذاك الترابي مع صادق المهدي معارضة ضد بعض. قال دكتور الترابي في حديث مثير لصحيفة خليجية، ما قلت شنو انت؟ قال الترابي: الصادق المهدي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض الكتاب. قال له: انا لا اعتقد ان هذه الاتهامات دل المحرر تنسجم مع الحوار الذي تدعو اليه. قال: انا لم احاور النصارى. ده الترابي. المحرر قال: هل تريد ان تحاور الصادق المهدي باعتباره اصبح نصرانيا الان؟ الترابي: هو ليس نصرانيا، هو يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه، هو يؤمن بالراتب والصلاة والزكاة والحج، والزكاة الخاصة والحج. المحرر: وبما يكفر الصادق المهدي؟ الترابي: يكفر بالحكم بكتاب الله، يكفر بإدارة الاقتصاد كما أرادها كتاب الله، وكذلك الحال بالنسبة للعلم والفن. قال برضو صادق ده كافر لأنه بيكفر بالعلم والفن. طيب وهكذا، ده ما موضوع ناس، لكنه يؤمن بثقافة عامة إسلامية وعبادات شخصية. المحرر: إذا على ماذا تريد أن تحاوره؟ الترابي: أحاوره أولا لأرده إلى دينه كله، لأن أسرته دينية. ذاك ما مرق قال من الدين صادق المهدي، ترابي ده رجعه للدين تاني. طيب الكلام ده ذاته بناخذ كلام تاني، بناخذ شنو يا جماعة؟ إنه الترابي قال ما في حاجة في الدين اسمها شنو؟ ردة. الترابي سنة 1998 كان بيرى إنه حاجة في حاجة اسمها ردة، وأول من ارتد الصادق المهدي، والترابي قال أنا رجعوا للدين لأن أسرة الصادق أسرة إسلامية. شوف 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 التناقض ده كيف. ده واحد. تناقض رقم اثنين: الترابي لما سألوه هل تريد أن تحاور الصادق المهدي باعتباره أصبح نصرانيا الآن، قال هو ليس نصرانيا. ده الكلام. هو يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه، يؤمن بالراتب، اسمع الكلام ده خط خط، الراتب واحد، والصلاة اثنين، والزكاة الخاصة والحج. يعني دي كل أشياء من الإيمان، الصلاة والزكاة، سميها عامة سميها خاصة، وشنو يا جماعة؟ والحج. الترابي هنا ده بعد كم سنة يا ربي قال ما في حاجة اسمها زكاة ذاته. شوف الزول ده زول كذاب ومنافق لأي درجة. دي وثائق، أنا ما بتكلم صحيح، وثائق اتحدى بها أكبر حبوبة شعبية، أكبر حبوبة. طيب دي خليها، دي انتهينا منها. ترابي قال ما في حاجة اسمها حج، ولا في حاجة اسمها شنو؟ ما في حاجة عفوا اسمها زكاة. أيوه هو ده الترابي. سنة دي صحيفة آخر لحظة، صحيفة آخر لحظة بتاريخ 2/9/2011، يعني بعد كم سنة من 98؟ تناس الهندسة 13 سنة. في الصفحة رقم 7، الصفحة رقم 6 عفوا، الترابي قال لا يوجد شيء اسمه ضرائب وزكاء، وده تخلف مسلمين ساكت. يا جماعة ده دجل ولا ما دجل؟ كلام ده دجل ولا ما دجل؟ وده كلام الترابي في الترابي، أنا ما جبت لسه، احنا ما تكلمنا. كلام الترابي في الترابي. نرجع لكتاب الدين والفن، ونرجع لشنو؟ للتناقضات. أول حاجة الترابي قال المخرج من إنه دين الإسلام نزله الله من السماء، ما نزله كامل، ودين الله ناقص
قال المخرج لزمه أن يعنى بالفن الدريح الدين دين الإسلام ودار يتم النقص في دين الإسلام الزعم الترابي قال بالفن تبقى فنان ترقص تحت النبك وكذا قال بتتم الدين ده دين ده دين يا ترابي يا ما عندك دين يا مجرم ولا عنده دين زول قال زكا ما في يكون عنده دين كيف وربنا عز وجل قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ده قرآن ولا ما قرآن ده قرآن ولا ما قرآن وآتوا الزكاة البكفر بها شنو كافر كافر وكفرت الصادق المهدي ليه عشان مسكين يعني كان الوقت ذاك ويا كافي البلا شالوا من السلطة وجدعوا برا بقى بدون دين وبدون سلطة وبدون ثروة عشان كده كفرته يعني ما انت ذاتك ما كفرت به الصادق وقعت في أكبر منه يا ترابي النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على كم على خمس الشهادتين والصلاة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام وحج البيت وصوم رمضان ركن من أركان الدين دار تنصف الترابي تقول تخلف مسلمين ساكت لركن الركن الثالث من أركان الإسلام طيب ده كتاب الدين والفن دي حاجة بسيطة جدا من طيب الترابي أيضا والكذب والتناقض والنفاق الترابي ده والله غريب جدا عنده كم دين أديان كثيرة جدا كل ما تتطلب المصلحة يصير له دين جديد بصر دين جديد هنا الترابي في جريدة أجراس الحرية بتاريخ 4/16/1432 هجرية الموافق 18/5/2011 العدد 1033 الترابي قال فرض الشريعة غير جائز واتكلم هنا تحت كلام وسخ جدا قال ما في حاجة اسمه شريعة يفرضوها للناس قال لو أغلب الشعب قال ما داير شريعة ما في شريعة لو أغلب الشعب قال داير شريعة يبقى في شنو في شريعة ده هنا يلا هنا لما كان ماسك الدولة دي قال شنو عن الشريعة في جريدة الوفاق بتاريخ الثلاثاء 28 جمادى الثاني 1419 الموافق 20 أكتوبر 1998 ميلادية الصفحة 2 من جريدة الوفاق الترابي يتكلم عن الحكومة بتاعته كان هو معاها قال الإخوان المسلمون هم أول من رفع راية الإسلام دينا ودولة وكل ما نشاهده اليوم من صحوة إسلامية ورجوع إلى الله سببه دعوة الإخوان ده قبل ما يشيله أول ما أدوش اللوت يوم 4 ولا 5 رمضان قال ما في حاجة طبقوها في البلد دي اسمها شريعة في جريدة بتين أو دي والله ليلة تتنجم نجام آخر لحظة 2011/9/5 يوم الاثنين الصفحة 8 ده الترابي قال شنو الترابي قال لا ولا السائل ما هي قراءتك لدولة الشمال بعد 9 يوليو وإحكام الشريعة الإسلامية التي أعلنها الرئيس البشير قال الترابي شريعة وين ده الجواب شريعة وين قال شريعة وين لقد أعلن الرئيس قام المحرر زنقوا زيادة لقد أعلن الرئيس تطبيق الشريعة الإسلامية بعد فك الارتباط مع الجنوب الترابي دي شعارات ساكت رفعوها من أول يوم معناته ما بيقصد هسع بيقصد من أول يوم من 89 وهنا قال شنو في 98 قال الإسلام هو تطبيق الشريعة والإسلام في البلد دي مننا نحن الأخوان المسلمين لما شاتبر قال من أول يوم جو الجماعة ديل 89 ما في شريعة أسمع باقي الكلام قال دي شعارات ساكت رفعوها من أول يوم ما في أحكام شريعة إسلامية من أول يوم ما في أحكام شريعة إسلامية ولا لو كان الشخص بعود من القبر ولو كان يجوز ذلك كان يقوم نجغمه ويرجع تاني كذاب محتال قال ولا شيء أهم شيء في الشريعة الإسلامية من الحياة العامة وهي أهم من الحياة الخاصة إلى آخر ما قال شفت الزول ده محتال كيف؟ دي بس كتبه ولا مشينا بعيد الترابي زمانك لما كان عنده علاقة مع السعودية كان بيقول شنو ده تناقض برضو رهيب جديد
كان بيقول المرأة دي تبقى بعيد من الراجل وما يجوز يعايل لها وما يجوز تعايل له وما يجوز الاختلاط ولا تلاقي الأنفاس ولا تلاقي الأجساد. لما انطلع برا من السلطة والدين والثروة قال ما في حاجة، ولدنا نجيب لك من الترابي يشهد على نفسه الترابي. طيب ده هنا تناقض خطير جدا. الأولاد الأولاد منافقين محتالين كذابين دجالين، جايين تعلمونا دين؟ ده الكتابين ديل كتابين ظريفات وفيهم برضو ضلالات، لكن ما كان ضلالات زي الليلة. لسه الترابي كان بيخجل وبيستحي على نفسه وعلى شيبته وعلى سنونه المكسرة، وقت ده كان لسه بيخجل. قال شنو؟ ده كتاب المرأة بين الأصول والتقاليد، تعليف الترابي. أها الترابي قال شنو؟ قال ولا ينبغي. أها في الصفحة رقم 15 16 17 18 قال فلا يجوز الزنا ولا إفضاء الرجل إلى المرأة كما يقرر القرآن، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. انتبهوا يا طلبة وافهموا هذا الكلام، شان الشعب البليد يعرف انه طلاب كلية الهندسة افهم منه ومن ملء الارض من مثل هذا الشعب الملحد الدجال. قال والسنة كمان بيستدل بشنو يا جماعة الترابي؟ السنة. ومبارح ده قال شنو؟ قال شنو؟ قال السنة ما من شنو؟ ما من الدين. ده برضو تناقض. ترابي زمانك لما كان عنده علاقات مع السعودية كان بيستدل بالسنة من أجل جلب الريال السعودي. طيب الصفحة 15 قال فلا يجوز الزنا إلى آخر. والسنة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد. الحديث رواه مسلم وابو داود. قال الترابي ولا يجوز لرجل أو امرأة أن يخلو بمعزل عن مرأى الناس أو فتنة الجنس لا تغالب إلا بأن تلهي. طبعا الترابي ألفاظه ركيكة، أنا قريت لك بالنص. لا تغالب إلا بأن تلهي عنها أغراض الخير العام. صفحة 15 صفحة 16 قال الترابي ولا ينبغي أن ينظر الرجل إلى المرأة ولا المرأة إلى الرجل باسترسال يزكي دواعي الفتنة، بل ينبغي كف البصر متى وقع في النفس شيء، كما قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الترابي ولا ينبغي أن يزدحم الرجال والنساء بحيث تتقارب الأنفاس والأجساد إلا لضرورة عملية كما في الحج. الترابي في الصفحة رقم 18 والأخيرة ولا تجوز أيما علاقة أو حالة بين الرجال والنساء تفتح ذريعة إلى الفتنة والصلة الجنسية غير المشروعة. قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ده مش الترابي ولا واحد تاني، ده برضه هنا بيقول نفس الكلام. نشوف الترابي موديل 2000 وحاجة قال شنو. أيوة زول وسخ. شوف قال شنو. مش ما قدرت أخش وأنا بخش فيك، مش ما قدرت أخش أنا بخش فيك الليلة يا شعبي. أها قال شنو؟ دي جريدة التيار العدد 1223 تحتوي على 16 صفحة الجمعة 23 يناير 2015. أها الترابي قال شنو؟ الترابي أول حاجة يجوز للمرأة تولي منصب رئيس الجمهورية، ودي ما حيعينوا لها كيف؟ خطاب الرئيس البشير بتول محمد بتول تطلع فوق ما يشوفوها كيف يعني؟ أنت بليد ولا شنو؟ لسه كلامه جايك لسه. اها تحت قال شنو؟ قال ووجه الترابي انتقادات لاذعه لنظام الكوتا. بين قوسين كاتبين عرف لنا الكوتا، وهي فصل النساء عن الرجال. قال يفصل النساء عن الرجال، قال ده كلام باطل، وجه له انتقادات قال لك لاذعه. اها قال شنو بعد ذاك؟ وقال ينبغي أن تكون في قائمة واحدة، المرأة والراجل كل سوا سوا، أها قائمة واحدة. وزاد شرحا بقوله إذا كنا نريد أن تكون المرأة تمثل الثلث
فلنكتب رجل رجل امرأة، وإن كنا نريد أن تمثل النصف بيستخيف طبعا أنتم من آية الميراث أن تمثل النصف فلنكتب رجل امرأة. وقال الترابي لا مانع أن تكون المرأة رئيسا للجمهورية، وأضاف طبعا الدين يسمح بذلك. وقال الترابي إن صعود المرأة لأعلى المستويات فيه شيء من الصعوبة نظرا للأعراف والتقاليد، يقصد بها الإسلام، التي يضج بها المجتمع، ولكنه قال إن على المرأة أن تجاهد حتى تنال نصيبها. وقال إن الناس تخاف من حديث ديل سيقاهم مرة ساكت، وطالب النساء بالدخول إلى المعارضة حتى يكون سواء مع النظام، مشيرا إلى أنه عند بدايات الحركة كانوا رجالا فقط، مما اضطرهم للبحث في الجامعات وبين الزميلات. يا جماعة زول ده دجال ولا ما دجال؟ لسه يا دوب بدينا أمسك. طيب الترابي في مجلة الدستور العدد 30 من 22 إلى 28 يوليو سنة 2000، قبل 17 سنة، دي كان الفترة بين الترابي 2016 اللي قريناها قبل شوية وبين الترابي 1998، أها في النص ترابي كان شنو؟ قال دكتور الترابي يطرح أفكاره المثيرة للجدل. أولاً من حق المرأة أن تكون لها الكلمة الأولى والأخيرة، يعني في البيت كلمة الأولى والأخيرة للمرأة. هسه ده ما ظلم للرجل؟ إنتوا مش قلتوا الكلمة الأولى والأخيرة عند الرجل في البيت الرجال قوامون على النساء، قلتوا ده ظلم. قال الشعبيين اتصلوا على صاحب الساون، يا تنزل الساون يا بنكسر لك رسالة لبتاع الساون، إذا كسروه بنديك سعر وكاش انتهى. رسالة إلى الطلاب اثبتوا دفاعا عن الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، رسالة إلى الشعبيين جربوا جربوا والله تمد ضنبك نقطع ونقطع حاجات تانية وضنينك يا شعبي يا بليد، ها كده 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 تكبير يا أخواننا. جرب جرب يا شعبي جرب تعال جرب جرب. طيب قال من حق المرأة أن تكون، وبعدين بعدين الشعبي لما معناته شغلة ما له كتمت ولا ما هو كده شغلة دي كتمت فيش. ولسه والله أطعن انت عارف مذكرة التفاهم السرية مع البليد ذاك الكافر جون قرن اهو دي جبتها؟ انت عارف المعلومه دي؟ اهو دي قاعده؟ دي لو قريت الطلبه دي الكد بيكفروك، حتى الشاك في كفرك يا شعبي يا بليد بيكفرك، ما بقول بليد بقول كافر بليد، اهو دي قاعده. عرفت كلامه ولا ما عرفته؟ لسه لسه وفي شنطتين مثل حديد فيهم وسائغ وفيهم حاجات ثانيه، جرب بس خليه ده. طيب قال من حق المراه اعرس هناك محل الكوبيس، اقصد حركات الكيزان من بدري، وقال لك اكلنا اموال الشعب ما ياكل الكهرباء كيف؟ فصلت فصلت. من حق المرأة أن تكون لها الكلمة الأولى، اصبر اصبر. من حق المرأة أن تكون لها الكلمة الأولى والأخيرة، والحور العين هن نساء الدنيا. قال الحور العين ديل نسوان الدنيا ذات ناس أخوات مسيبة، ديل الحور العين. أهو ده الكلام في الصفحة رقم الصفحة رقم 7، شفت كيف؟ أول حاجة أول حاجة تطمين للطلبة، شفت كيف؟ ده التصديق بتاع المنبر ده، ما ختم ثلاثة أختام من العمادة ومن الإدارة ومن الحرس اللي هو الجهة الأمنية في الجامعة دي، عرفت كلامي أو ده التصديق؟ عرفته؟ أي نعم نعم، والله الذي لا إله غيره ما جينا ندعو طالب منكم لحزب أو جماعة، جينا ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشعب المجرم ده امبارح قال تجربة الرسول، يعني جعل دين الرسول عليه الصلاة والسلام مجرد شنو؟ تجربة، مجرد تجربة من التجارب. أول حاجة دين الإسلام، الكتب ده ما تهبش، دين الإسلام علي قال لي خليه، دين الإسلام دين الإسلام ده ما تجربة، ودين النبي محمد عليه الصلاة والسلام ده ما تجربة، ده دين نزل من السماء. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أي إنسان
يصف الإسلام أو يصف دين النبي عليه الصلاة والسلام بأنه تجربة، ده كفر. ليه؟ لأنه أول حاجة، أول شيء الزول اللي بيقول دين الرسول تجربة، معروف أن التجربة قد تصيب وقد شنو يا جماعة؟ وقد تخيب. فده قصد الشعب الترابي، ده قصده أنه تجربة النبي عليه الصلاة والسلام فاشلة. عشان كده في نفس كلام شعبي بتحاول امبارح ده تبع الترابي، في نفس كلامه قال المفروض نستفيد من اليهود، زم دين الرسول عليه الصلاة والسلام وطعن في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ومشى بإغاثة مدح دين اليهود. واحد اثنين، مشى بإغاثة مدح المنافقين، قال عن المنافقين شنو، شوف الكلام ده، قال زمان علمونا كلام ساي ساي ساي، إنه آية المنافق 4 وآية المنافق 3، وقال ده كلام ساكت. قال يا جماعة، قال الجماعة ديل كانوا كتلة سياسية ما راضية بتجربة الرسول عليه الصلاة والسلام في السلطة، في السلطة ما راضية بتجربة الرسول صلى الله عليه وسلم في السلطة. شفت الكلام ده كيف؟ والكلام ده ما جديد، ده ذات الودة أبو صلعة، ده ما جابه من راسه، ما مجدد، عامل كده سايق لكن ما مجدد. جابه من وين؟ ارفع حسن مكي جيبه، جيب ده، ده فيه حاجة آخر واحد، جيب المجلة دي، دي مجلة حسن مكي. ونحن كان التنظيمات الشوهاء الصماء البكماء العمياء دي، ناس الاخوان المسلمين جناح شنو وجناح حبر، والاخوان المسلمين جناح عبد الحي يوسف، وانصار سنه جناح اصلاح وجناح مركز وجناح صالح العالمين وبغادي مكتبة علمية وغيره. المفروض ده موقف كانوا كله مش يتعاون وما يتعاون، لا، اي زول ينكر الكلام الكفري قالوه له امبارح، في حين انه لو ادك وزادوها تلقى الاخوان المسلمين ديل مسيره غاضبه في زيادة أكياس الدكوة، تبا لكم وللدكوة بتاعتكم. ناس سبوا الرسول، وقال المتحدث التابع للترابي إنه أعلم من الرسول، وإنتوا قاعدين جايبين أناشيد ولم لكم نساوين، ها ها هو. سبوا الرسول، مدحوا اليهود، سبوا عمر بن الخطاب، سبوا أبو هريرة، سبوا عثمان بن عفان، وإنتوا قاعدين يا سرورية ها ها ولاي لاي. الله يخزيكم، الله يخزيكم. ده دي مجلة الدستور سنة كم؟ انت قال يا جماعة ديل بيجي بحرش وساكت بتاع الساون ودارين يقطعوا الكهرباء، شغل ده ما كتم. مجلة الملتقى اكتوبر 16 الى 31 اكتوبر 1992 اهو، دي قال شنو عنا حسن مكي، ده ما ترابيل صغير، ده حصحصة صغيرة. قال شنو؟ قال والله إذا قال كلام كمان براو أخير الكادر بتاع امبارح ده في النقطة دي، الزول ده قال كلام عجيب. قال ونحن، دي بالصفحة رقم 9، ونحن نشكر الكنائس التي سعت إلى نشر المسيحية في جنوب السودان. قال بنشكر منو؟ الكفار أصحاب الكنائس. ونحن نشكر الكنائس التي سعت إلى نشر المسيحية في جنوب السودان لأنها جعلت هذه المنطقة جزءاً من الديانة الإبراهيمية. الجبهجية وأتباع الترابي عندهم وهم اسمه مشروع، وإن كان الأسماء نحن الآن ما حكمناها صح ولا غلط، لكن الوهم جاي قدام اسمه مشروع. قال الملة الإبراهيمية وملة إبراهيم ده الدين الحق الحنيفية، لكن الوهم وين؟ في فهمهم الخاطئ للملة الإبراهيمية. كيف؟ قالوا دار يطبعوا القرآن ده الشعبين والإنجيل والزبور كلهم في خلاف واحد، يسموا الكتاب الإبراهيمي التابع للملة الإبراهيمية. ده شعار رفعوا ناس الترابي وحسن مكي، عشان كده حسن مكي هنا قال نحن نشكر الكنائس. الكفار الكنائس زي المنون النصارى، النصارى ذا الله في القرآن قال عنهم شنو؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ما حق الله،
الإنجيل والتوراة الموجودات الآن ما حقت الله. الله قال كتب بيدينهم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله بالكذب ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال أعود مرة أخرى إلى أن قال هناك قال المهم ده كلام كفري ما جابوا جديد الود أبصلع تعول مباري. بعد ده قال شنو؟ قال عذاب القبر ونزول المسيح دي قضية فرعية جزئية عاملين لنا بها جوطة. هل عذاب القبر نعيمه ونزول عيسى بن مريم المسيح عليه الصلاة والسلام هل دي قضايا فرعية؟ بعدين دليلك شنو من القرآن إنهم قضايا فرعية؟ ثم قلتوا قرآن بس وما عندكم علاقة بالقرآن وحيجي الكلام ده قدام، لكن قرآن قرآن، ما الدليل من القرآن على أن نزول عيسى بن مريم المسيح وعذاب القبر ونعيمه قضية فرعية جزئية؟ أين الآية التي قالت إن هذه القضايا فرعية جزئية؟ وين؟ ما هم قالوا قرآن بس، وين؟ إذا رجعنا للقرآن ربنا قال وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة لعلم للساعة، علم علامة على ظهور وعلى قرب ظهور الساعة يوم القيامة. الله قال كده، الله قال كده. تجعل كلام الله ده كله تجعله فرعي وجزئي وعامل لكم بها جوطة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في البخاري، وهو اعتقل لي ما تقول الحديث وما تقول البخاري لأن الزول ده في كلامه جاب أحاديث كثيرة استدل بها. واحد جاب حديث لولا موضع لبنة وهو في البخاري. اثنين قال جاب حديث فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فإنما هي جمرة من نار فليأخذها أو لا يدعها. ثلاثة جاب حديث قال عن ابن مسعود، وقال ابن مسعود ده صحابي جليل، قال يعني زي ما بقولوا المسلمين يعني، قال عن ابن مسعود قال سمعت النبي ده هو قال كده الشعب صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم ما رأيتم معاوية ابن أبي سفيان في منبر إلا واقتلوه. وما في حديث زي ده، ده جابوا الشيعة اللي هم الشيوخ الكبار بتاعنا الشعبيين، والتراب اعترف بالكلام ده. أهو دي الوثيقة، أهو دي الوثيقة موجودة لكن اختصارا للزمن. وجاب أحاديث كثيرة، جاب تاريخ قال معاوية بن أبي سفيان استبد بالسلطة، وقال معاوية بن سفيان نجر حديث، وقال معاوية بن سفيان قتل صحابة، ده كله كذب. لكن الكلام ده هل في القرآن موجود؟ ما انتوا يا طلبة الشعبي قال انا بس قرآن تاني غير قرآن ما في حاجة، حديث كذب، الرسول كلامه كذب، الأسانيد قال كلها ما مقتنع بها، قال ولا ما قال. طيب دارين آية من القرآن استند عليها الشعبي ده انه معاوية استبد بالسلطة، معاوية رضي الله عنه نجر حديث، دارين دليل من القرآن؟ عشان تشوفوا الناس المتناقضين كيف. بعدين الناس من أعظم تناقضهم قالوا حتى القرآن ذاته قالوا ما نفهم يفهم بكر الصديق وعمر ولا دارين التجربة بتاعت محمد ولا سيدنا محمد. والله زي ده قال ما دارين نعيد تجربة سيدنا محمد ولا تجربة أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. قال لأنه نحن الآن في تطور وحضارة، نحن الآن قال بنركب عربات و وقال ديك بيركبوا حمار وجمل في الجزيرة، جمل في الجزيرة العربية إلى آخر ما قال. طيب أول حاجة الكلام ده برضو كفر، لأن كونك ما قدرت تتخذ النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لك في أي زمن، مش القرن العشرين، القرن الثمانين ذاته، إلى حد يوم القيامة كده خالفت القرآن ذاته. لأنه ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وربنا قال عن الصالحين من قبلنا قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. وربنا قال ومن يشاقق الرسول
من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طيب قالوا ما دارين فهم الجماعة دي كلهم ولا الرسول ذاته للقرآن. هو شرح الآيات نجر من رأسه الشرح والتراب عنده تفسير كامل اسمه التفسير شنو؟ التوحيدي. وما عنده علاقة بالتوحيد. المهم انت بتقول ما داير تفسير الرسول للقرآن صلى الله عليه وسلم ولا تفسير أبو بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أبو هريرة ولا 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 ابن عباس. ليه تلزمني بتفسيرك انت وعامل محاضرة 201 دقيقة بوين 59 ثانية؟ ليه؟ ما تسوال؟ انت قاعد تشرح القرآن انت؟ والطلبة لما يخشوا يردوا عليك بترد فهمهم وإن كان صحيح وتثبت فهمك انت للقرآن وانت رافض حتى بيان النبي عليه الصلاة والسلام لآيات القرآن. وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. قال الدليل على إنه ما في سنة ذاته وحديث الرسول ما من الدين. قال الدليل شنو؟ قال الدليل إنه الرسول صلى الله عليه وسلم منع كتابة الأحاديث. يا جماعة ده تناقض ولا ما تناقض؟ طيب الحديث القريت إنه الرسول منع كتابة الأحاديث ده حديث ولا ما حديث؟ كيف تثبت ده عشان تنفي به كل الأحاديث وكل السنة؟ يا كذاب يا محتال. الكلام كثير ونقاطي كثيرة وشيخ أبو بكر برضو بعدي نفتح فرصة والفرصة ما لها شعبين بس من برضه حق الجميع. أي زول شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيحب الصحابة وبيحب الخلفاء وبيحب أبو هريرة وباقي الصحابة وأمهات المؤمنين واجب عليه يدافع ويرد على المجرمين دي. فرصة مفتوحة للإضافة للاستدراك للاعتراض للحوار للنقاش للتعليق للاستفتار للاستفسار بإذن الله سبحانه وتعالى. فرصة مفتوحة للجميع للجميع. الشعبي بعد ذلك قال وده كلام عجيب اعتراض على القرآن زي ما قلت لك قبل إنه النازل عندهم رأي في القرآن ذاته. قال شنو؟ قال المرأة قال نجي لقضية المرأة قال أها تعال. قال العقل السلفي عنده إشكال إنه الفكرة بتاعت الرجل أفضل من المرأة دي ما عارف معايير شنو جات من وين. من الذي قال الرجال قوامون على النساء؟ هل العقل السلفي زي ما هو بيقول ويزعم؟ ربنا قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ده كلام الله يا ناس. ده ما كلام ناس سلفيين ولا غيرهم قالوا الكلام ده. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى بيعترضوا على الشعبيين. يبقى الناس اللي ما مقتنعين بالقران ذات كلمه انه نحن منهجنا القران فقط ده كذب كذب وكلمه باطل اريد بها باطل ونفاق. الترابي قال نفس الكلام ده في ندوه المشهوره في الميدان الغربي جامعه الخرطوم كليه الهندسه بعنوان تجديد الفكر الديني. ماذا قال الترابي قبحه الله؟ ماذا قال؟ ترابي قال يقول لك خروج الدابة. ده كلام فارق وحديث ناس ساكت ويقول لك قال يأجوج ومأجوج. قال ده يقول له كلام ناس ساكت وحديث ناس ساكت وكلام فارق. طيب نرجع القرآن. ربنا قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. الدابة ربنا قال أخرجنا لهم دابة من الأرض. يبقى الترابي بينكر القرآن يا جماعة. والترابي لمن أنكر الزكاة، الزكاة هل جات في السنة بس ولا جات في القرآن؟ جات في القرآن. إذن النازل أصلا إشكاليته مع القرآن. أما فهم الآية الرجال قوامون على النساء، أهل التفسير قالوا ده جنس الرجال مفضل على جنس النساء. يعني شنو جنس؟
يعني إذا قارنا رجال كرجال، مش فلان محمد ود أحمد أو عبد الله ود فلان، لا. ليه؟ قالوا لأنه في مرة ممكن تكون أصلح من ملايين من الرجال، وأتقى وأفضل عند الله من ملايين من الرجال. لكن الجنس، ولا أفضل ذاته، ربنا ذكر في الآية بما فضل الله، وده هو سأل قال ما عارف الفكرة بتاعت الرجل أفضل من المرأة دي، ما عارف معايير شنو جات من وين، جات من الآية يا بليد. الله قال لك السبب بما الباء دي للسببية، بما أنفقوا من بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، يعني شنو بما فضل الله بعضهم على بعض. كيف يعني ربنا فضل جنس الرجال على النساء؟ ليه؟ لأنه قالوا واحد الأنبياء والرسل كلهم كانوا رجال، ده تفضيل ولا ما تفضيل؟ لأنه أفضل البشر من يا جماعة الأولياء، وأفضل الأولياء الأنبياء، وأفضل الأنبياء الرسل. الرسل والأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام كانوا من وين؟ هل تعرف لك مرة واحدة رسول أو نبي؟ ما في. ربنا قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وفي الآية الأخرى قال من أهل القرى فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بس يعني كل حاجة عندها جغمة معينة، خليها قاعدة. ربنا قال إلا رجالا جزاك الله خير نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآية دي توديها وين يا شعبي يا ترابي؟ الله قال أي نبي وأي رسول راجل له ملك له من غير الرجال، أي نبي وأي رسول راجل، ونحن نعلم أن أفضل البشر الأنبياء والرسل. يبقى ده تفضيل لجنس الرجال ولا ما تفضيل؟ تفضيل تفضيل. حتى الناس ذكروا إنه في بعض النساء كانوا نبيات، مريم وغيرها صحيح ما نبيات، أما الوحي جلال وحي إلهام، وهو التحديث دون الوحي بتاع النبوة والرسالة، ده كله وحي إلهام. زي وأوحى ربك إلى النحل، هتقدر تقول النحل يا شعبي يا نحل أنت؟ تقدر تقول النحل رسول أو نبي لأنه رب أو حلاو؟ إذن الوحي هنا وهناك للنساء الصالحات التقيات في القرآن، ما وحي رسالة ونبوة. إذن ده تفضيل، والتفاضيل كثيرة جدا 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 جدا. بعدين النازل والله ما عنده مخ ولا دماغ ولا راس ولا فهم أبدا الشعبيين وباقي العلمانيين، هم ذاتهم أسوأ العلمانيين الشعبيين دين، لكنهم غيرهم من باقي الشعبيين من العلمانيين. كيف؟ لما نجيبوا الحتة دي بفهموا البنات، طبعا واحد ده ركشر تلقاه مسرح وجالت كده إبراهيم عوض وبيعاين في بيتين قعدات لابسات ضيق، الواد ده ركشر ما مفكر مفكر منبثق، عرفته ده ركشر. يقول لهم طبعا ده البنات ده البنات ده يا سلام فدايري جايها شغلانة ينجر له حاجة جديدة وإن كانت كفر ذات. يقول لهم الرجال قوامون على النساء، يعني النساء ما بيفهمن يا جماعة؟ كون زول أفضل من زول معناته المفضول الثاني ده مش الأفضل، المفضول الثاني ده معناته كعب. طيب ربنا قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني في رسل كعبين عند الشعبين ولا كيف؟ ما معناته كده يا ناس؟ ما معناته ده أفضل من ده أو العكس؟ معناته المفضول ده كعب، إنما ده فاضل وده فاضل، لكن ده فضله زيادة من ده. ده الموضوع، عشان ما تغش البنات ودار تكشر والمفكر يا بليد يا مجرم، نحن بس ما لمينا فيك، كان عدمناك الصوفة والله. طيب قال الصراع اللي كان موجود بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الكتلة السياسية، انت عارف الكتلة السياسية دي منو؟ ديل المنافقين. قال الصراع اللي كان موجود ده صراع حول السلطة، تذكرني كلام شيخ أنصار السنة حصاب عبد القادر، ومبارح قالوا جابوا زول قال ابو عبد الله مين احمد محمد ولا الى اخره، قال جاي يرد على ديل. طيب ما ترد على ذاك برضه؟ ايش معنى يعني الكلمه هي باطل وكلمه شينه وعقيده بتاع الشيعه وعقيده بتاع رافضه ملعونين؟ لما نقول شيخك تقول له تقبل الله، ولما نقولها ديل تقول لهم لعنكم الله. عشان كده قلت لك نحن ما بندعو لحزبيه، اي زول جاب باطل بنجغم. شفت ابو بكر هذا ده هسه لو خشه لا قدر الله قال باطل بتردم، وانا العكس لو قلت باطل بخش بردمني. فهمت انت ولا ما فهمت؟ لازم تفهم المعلومه دي. عشان كده بتاع انصار السنه ذاته لما نخش قال ان اغجي الشعبي اول حاجه قال بعطش الجيم. الله يعطشك الله يعطشك جدا وما جدا يا اخي جدا بتاع شنو
دال ضيعوا الدين، سبوا رسول الله وسبوا ابو هريره وعمر بن الخطاب، قالوا مشدد وطعنوا في الله وطعنوا في القران. انت همك تحاكي الهواري جدا وما جدا يا بليد. خشى انا حضرت مداخلته كلها. قال شنو؟ اول حاجه قال انا انصار سنه، ولما ختم قال انا من جماعه انصار السنه. تشرفنا. في شنو يعني؟ ما جماعه مبتدعه بس يا اخي. تخلي موضوعك دفاع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما انخشى قال داري نظر كمان، وقال داري رد. الله ما وفقه والله ولا في كلمتين اثنين. ليه؟ لانه انت متناغط. لما مات التراب ذاته اجاب الكفريات دي. لما مات الناس المشوا عزوا فيه ومدحوا وزكوا تزكيه، حتى الشعبيين ما زكوا زيها. منو هم؟ جماعة أنصار السنة المحمدية. متحدث ياسر محمد الحسن السكن مبدأ المركز العام التابع لأنصار السنة. قال شنو؟ قال شنو؟ قال في بيت الترابي في المنشية في الصيوان بتاع الـ بتاع الـ بتاع البيكا زي ما بيسموه الجماعة، لأنه مبتدع. عرفته؟ صار السنة بيجي يمشوا. مين مشى؟ وقال الترابي دافع عن الإسلام ورد على الملاحدة. هو الترابي أكبر ملحد بالمناسبة. ورا الترابي ده بيقول هو نبي جايك، ورا شغل جايك لسه خلاص. ودافع عن الإسلام، والترابي شخصية إسلامية لن تتكرر بعد اليوم. لما الجبهجية بقى يكبر الله أكبر الله أكبر، والجبهجيات الله أكبر، كبروا وحللوا. تجي الليلة دار ترد على كفريات أنت أقريت صاحبة والقائل بها ولم تنكر عليه. يا مجارمة يا كذابين. أول حاجة الصراع ده ما حول السلطة، كلام عبد القادر وكلام الشعبي وكلام الترابي كله باطل، كله باطل. الصراع بين حق وباطل وبين كفر وإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه الحق وكان معه الإسلام صلى الله عليه وسلم. والمنافقين اللي بيدافع عنهم الشعبي أول امبارح كان معهم الكفر. ربنا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ربنا قال إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. تل المنافقين، تل المنافقين. صراع، صراعهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. كان الرسول دائر السلطة والمنافقين بغادي دائرين السلطة. ده كذب والله، كذب كذب. أول حاجة النبي عليه الصلاة والسلام السلطة له لأن الله أعطاها له، ولا ينازعه في ذلك أحد، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمر بالكلام ده وأمر. قال له إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. بعدين قال ده الكتلة السياسية ده يجعلهم يعني معارض، والمعارضة بالجوز المنافقين، لأنه قال حديث أربع خصال من النفاق ده قال كله كلام باطل قرونا له زمان. أول حاجة دار تبطل حاجة تجيب دليل. ربنا قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يا جماعة معقول زول عشان عنده صلعة ها وخات يده كده معقول يقول الحديث ده باطل وداك باطل وده عاجبني وداك ما عاجبني بس ساكت طلع جيبه كده؟ طيب قالوا لا، قالوا مرجع إلى العقل. طيب مش كل الناس عندها عقل وأنا معاكم عندي عقل؟ أيوة. الشعبيين على باطل بعقل، وكلام الشعبي ده تشت 201 دقيقة بوين 59 ثانية باطل عقل ما عقل. وتفسيرك القط ده كله، المرة تصلي بالرجال والمرة تطلع على المنبر والمرة تقول للناس اتقوا الله والغويشات في يدها كش 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 في المنبر وغيره باطل عقل عقل. ما كده هو ولا الرجال هي. زول قال لك لا تسمع كلام بكر الصديق ولا الرسول ذاته ما تسمع كلامه ولا ابو هريرة ولا عثمان ولا عمر ولا علي، ودار كلهم ناس قدام ركبوا الجمل وشالوا الدرجة وفي الصحراء ونحن ركبنا العربات المكيفة كويسة. جاب هجي مش ده عقلك؟ عقلي أنا ما ذكره باطل، انتهى الموضوع. يا ناس الرد على النازل أسهل من شراب المويه جنب الزير. ما هو قال ما في زول نحتكم له، وهو فسر هو وما في تفسير ولا الرسول ذاته قال ما بنقبل تفسيره. كويس تفسيرك انت ننتظره والله تتكلم 100 ساعة. أنا شفتها ربي عديني كده انتهيت يا شعبي انتهيت. قال لي عقلي إن كلامك باطل ولا ما يهو؟ يا جماعة أنا كلامي ده بالعقل صحيح ولا ما صحيح؟ زول قال نتحاكم إلى العقول، خلاص أنا معاكم، أنا ما تيس يا أخي، أنا معاكم
عقلي، قال إن عقلك لا يعقل. انتهى الموضوع. طيب بعد ذاك قال أبو هريرة ما فقيه عشان تعملوا لنا إمام، ما فقيه قال. بعدين قال، ودي رد عليها شاب حق كعب الأحبار ما أدري عيدها تاني، لكن الجزئية الأولى دي، أبو هريرة ما فقيه عشان تعملوا لنا إمام، يعني شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد له الله. أبو هريرة صحابي ولا ما صحابي؟ يا جماعة زول يقول أصحابك إنت كلهم بتاعين بنجو ومجارمة وصوفية وبتاعين قبب وتجانية وبتاعين فتة وبتاعين حجبات وبخرات وبتاعين بنجو وعواليك وبتاعين رقيص وبتاعين حتى النبك، معناته أنت شنو؟ أنت ما اخترت إلا ديل. زول يقول أصحاب الرسول ما كويسين، وقال أيوه قال بزنه، وقال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم ما مظبوطين 100%، والله بالنص قال الكلمة دي. معناته الرسول شنو عند الشعبيين؟ عند أتباع الترابي؟ معناته الناس اللي بيطعنوا في الرسول عليه الصلاة والسلام. عشان كده لف وجاء قال لك لا دارين تجربة محمد سيدنا محمد، ولا تجربة أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. يبقى الناس اللي قاصدين النبي عليه الصلاة والسلام، الناس اللي قاصدين ربنا، الناس اللي قاصدين القرآن والسنة، لأن القرآن زكى الصحابة والسنة كذلك. قال الله في القرآن ومنهم أبو هريرة صحابة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. أبو هريرة معايتم؟ معايتم؟ من المهاجرين والأنصار، دخل جوه هنا بيجاي أو بيجاي كله، والذين اتبعوهم بإحسان. شوف اسمع ذا كلام الله، رضي الله عنهم. باقي لك ذا الكعبين، الله قال أنا رضيت عنهم كلهم، معاوية بن سفيان وأبو سفيان وأبو هريرة وعمر وعثمان وعلي وأبو كلهم، الله قال أنا رضيت عنهم ورضوا عنه، هم رضوا عن الله كمان. وأعد لهم جنات، ما جنة واحدة، تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. الشعب المحتال الآية دي فطاها قال البعدية، قال وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. قال أيوة، قال إذن الصحابة كان فوقهم منافقين، إذن الصحابة ما كانوا مظبوطين 100%. يا شعبي يا ما عندك عقل، كما قال لي عقلي، عرفت كلامي؟ ما نحن نحاكمك بعقلك، مش قلت عقل عقل؟ يا ما عندك عقل، كما قال لي عقلي. ربنا في ثلاث آيات، الآية 100 و101 و102، الآية 100 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ديل الصحابة جت انتهوا. الآية بعديها طوالي 101، ربنا قال وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. هل دي بتتكلم عن الصحابة؟ يا شعبي يا بليد، الآية دي بتتكلم على المنافقين. ربنا قال للرسول عليه الصلاة والسلام حول المدينة من بعض القبائل في منافقين، ومن أهل المدينة برضو في منافقين مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. الله قال كده، ثم يردون إلى عذاب عظيم. ربنا قال كده. بعد ذاك الآية بعديها الثالثة، ربنا قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم. ده زول كعب؟ ده زول عمل ذنب وقال يا رب أنا عملت الذنب اغفر لي، ده كعب ولا كويس؟ كعب ولا كويس؟ كويس. اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يغفر لهم، إن الله غفور رحيم. الله غفر له، والمفسرين قالوا دي نزلت في أبي لبابة ومن معه 5 أو 4 أو 3 أو 7 أو 6. ده الموضوع، ناس معينين ارتكبوا محرم وتابوا رجعوا 5 6 أنفار وتابوا. هل معناته كعبين؟ ها؟ أي كفر بالكبيرة، تابوا رجعوا. يا أخي ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التاب ده الله قال أنا بحبه. أنت جاي تكفر يا شعبي يا بصلعة، جاي تكفر ده يا مجرم يا دجال، جاي تكفر ده. أما في النص وممن حولكم من الأعراب منافقون، الله قال ده المنافقين، قال ده ما صحابة، الله قال لك ده المنافقين، ولا تحتاج شرح كثير الآية دي.
الله قال المنافقون ومن أهل المدينة مرضوا على شنو؟ الله قال على الإسلام؟ قال على النفاق. ده المنافقين ما بتتكلم عن الصحابة عشان تجي تنزلها في الصحابة. سؤال يا شعبي يا ترابي، بفهم من فهمت هذه الآية؟ تقول ما في فهم، لا الرسول لا أبو بكر لا عمر لا ابن عباس لا غيره، فهمك أنت؟ قال لي فهمي أنا إن فهمك أنت باطل. بعديه بس كده ولا دارين كلام كثير النازل. أنا بكرر الحتة دي، شوف أي زول يعطل لك أي حاجة أو يعطل لك السنة ذاتها، زي ما هو عطلها قال ما في سنة، وقال السنة دي ما دين ما دين ما دين، والطلب المسلمين قاموا فيه والمنبر اتفرتك بعد ذاك. طيب السنة ما دين ليه؟ ما عندك دليل؟ دليلك إنه الرسول قال لا تكتبوا عني، ده ذاته حديث من السنة، كيف أثبته؟ لا لا معليش معليش يا سلفيين عندي حجة تانية جيبها. شنو هي؟ قال والله يا أخي السنة دي فيها أسانيد، والأسانيد دي قال ما بنضمن، هو قال نفس الكلام ده، ما بنضمن إنه كلهم صح، في ناس كذابين وفي ناس كويسين وفي ناس كعبين. طيب القرآن ده جاء كيف؟ أنت قلت آمنت بالقرآن يا شعبي وكذاب ما مؤمن به، لكن قول مؤمن به. القرآن جاء كيف؟ والله ده سؤال نسأله من هنا للشعب ده، للتراب ذاته، لإبليس ذاته، النجر لهم الأفكار دي كت كلهم. القرآن ده ثبت كيف؟ المصحف ده، ده سؤال منطقي تحاور به والجبال الرواسي. أي زول يقول لك ما في سنة لأنه الأسانيد، بماذا أتى القرآن؟ قالوا ربنا قال لنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون. منو قال لك آية؟ كيف ثبتت؟ بذات منو قال لك؟ قالوا يا أخي ده اللغة العربية 100%، شعر أمرؤ القيس قبل الإسلام ذاته 100% في اللغة العربية. هل قرآن؟ هل قرآن؟ قال لا عندنا حجة أخيرة. قال هي شنو يا شعبي؟ قال دكتور بتاع أنصار السنة قال لي والله قال لي زي كده، قال لي اسمك منو؟ قال لي محمد فقير. قال لي شيخنا محمد فقير على اللي جاي. يا ناس شنو الخيابة والبطالة والعوارة دي يا أخي؟ شنو يا أخي شيخنا؟ وزول ملحد، زول يصف في الرسول ويصف في الإسلام ويطعن في القرآن ويطعن في الصحابة والخلفاء الأربعة، شيخنا محمد فقير على اللي جاي؟ لأنه والله أنت كلمت كلام كثير جدا يا أخي. طير يا أخي طير، لف ما تخلينا نقبل عليك أنصار السنة، بكرة نجيب شنطتين حديث هنا، والله أنا نجمك نجام لما أنت كيف. هو أوك أنصار السنة عرفته؟ قال والله يا أخي عندنا حجة أخيرة. قال هي شنو؟ قالوا يا أخي الحديث اللي بيوافق القرآن بنقبل به، قالوا ولا ما قالوا؟ والبيخالف القرآن بنرده. بفهم من؟ يعني منو البغيم إنه الحديث ده بيشابه القرآن، ومنو البغيم إنه الحديث ده بيختلف مع القرآن؟ إنت عندك عقل، أنا عقلي قال إن عقلك لا يعقل، انتهى. في شنو؟ الصدي كماشة ما بتتفك منها. بعدين لو إنتوا قلتوا أي تجربة سابقة باطلة، لأنه ده السلف، والسلف من مضى زي ما قال الترابي. الترابي مضى ولا ما مضى؟ مضى يا أخي مضى يا ناس، ولا يجوز الاشتغال به، ولا يجوز أخذ أفكاري، لأنه المنبر ده كله أفكار الترابي كله جد. ولا الليلة بيبيعوا في التفسير الفاشل الباطل العاطل الذي لا يصلح أن يكون مجلة ميكي، والذي لا رب سواه، بتاع التراب الاسم التفسير التوحيدي. في فرصة للنقاش ولا نواصل؟ نجر فرصة 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 في زول داير فرصة؟ في زول بيطقطق بيجاي يظن. طيب فضل يا شيخ أبو بكر، لا فضل، فرصة مفتوحة للأسئلة للحوار للنقاش. ده سؤال يجاوب عليه شيخ أبو بكر يواصل. كيفنا بالعكس؟ ليه؟ لأنه أنا كنت قلت طرحي كله كامل نزلته زي ما هو، ولا في ذول شوش. عرفت كلامي؟ بنشيل الشنطة تقبل الله ونمشي البيت، شغل ظريف. وبنجيك الأربعاء الجاي نكتب نفسك تاني، واحتمال نجيك احتمال نجيك أيام الأسبوع كله، حتى العطل والجمعات والعطل الرسمية. تقالنا إحنا عندنا شغلة غير الدعوة دي؟ ما بنخليك ما بنخليك أبدا. والتراب ده زمان بفضل الله ما بفضلي جغمته في اسكول جامعة الخرطوم، لما خنقوني فوق في المسرح خنقوني وفنوني وصوروني في قناة الشروق، كلامي الآيات والحديث ما جابوها، جابوني طاير في الجو بعمل كده. بلا ده الما مجارمة، ده الما محتالين ما كذابين. كنت ضعيف الوقت ذاك لما أكل التراب أموالنا وأموال الشعب وسخرها لمصلحة الشعبيين والترابين الخاصة. الوقت ذاك كنت ضعيف، لكن الحمد لله الآن الوضع ماشي كويس. تفضل يا أبو